أدراس العودة كي تقرع تحتاج لآذان تسمع، لا عذر الذي أقدمه وعيون حجارتها تدمع. القدس ستبقى أحجية بقلوب الأمة تتربع. السلام عليكم يا دكاترة، أخباركم عاملين إيه؟ مبدئيا كده قبل ما نبدأ عايزين بس ندعي لإخواتنا في فلسطين بالنصرة والثبات، وإن ربنا يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم وجرح المسلمين أجمعين. معاكم أخوكم معاذ رأفت، فرقة تانية. هنتكلم عن النهاردة على حاجة مهمة جدا اسمها سيرولوجيكال تيست، ودي تعتبر بيز كامل للميكروبيولوجي بعد كده، يعني الميكروبيولوجي في المديرات الجاية والميكروبيولوجي في السنة الجاية أو سنة تانية إن شاء الله. هتلاقيهم في النظري والعملي هيقول لك حاجه اسمها ايه، هندايجنوز الموضوع ده بإليزا، هندايجنوز بالكومبلمنتيفيكيشن تيست وهكذا. طب انت يعني هتسال بعد كده يعني ايه، يعني ايه الكلام ده، يعني ايه الكلام ده، فانت المفروض تكون فاهمه من النهارده، تكون فاهمه من الموديول ده، فهم هيكونوا معتمدين على الكلام ده، فلازم تركز معايا ان شاء الله في المحاضره دي كويس قوي. هي محاضره ان شاء الله بسيطه ما فيهاش حاجه. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن الكومبلمنتيفيكيشن تيست اول حاجه، تاني حاجه النيوتراليزيشن تيست، تالت حاجه اميونوفلورسنس تيست، بعدين اليزا، بعدين الار اي اي الار اي اي عفوا. طيب الكومبلمنتيفيكيشن تيست قبل ما نبدا فيه كده، عايزك تعرف ازاي الاميون رياكشن بيحصل او بيحصل بايه. قال لك ان احنا محتاجين حاجه اسمها انتيجين، محتاجين حاجة اسمها انتيبادي زي ما انتوا عارفين طبعا، انتيجين وانتيبادي. هل الموضوع ده هيحصل رياكشن لو الاتنين دول موجودين بس؟ قال لك لا، احنا محتاجين حاجة اسمها كومبلمنت، يحصل له فيكسيشن هنا فبالتالي ياكتف الكلام ده كله، ياكتف القصة دي كلها، ياكتف الانتيجين انتيبادي كومبلكس ده. فمحتاجين ايه؟ محتاجين كومبلمنت. كومبلمنت ده حاجه في المناعه برضو المفروض ان انتوا خدتوها يعني، بس اللي يهمني دلوقتي يعني ايه كومبلمنت فيكسيشن. كومبلمنت فيكسيشن ان الكومبلمنت يحصل له فيكسيشن هنا فبالتالي ياكتف الكومبلكس اللي معانا ده. تمام، اهم حاجه تبوت ان بايند الحته دي عشان هيتبني عليها الكومبلمنت فيكسيشن تيست كله. تمام، نيجي بقى ندخل على يعني ايه كومبلمنت فيكسيشن. اول حاجه لازم نعرف ان ليه او ايه الحاجات اللي بندايجنوز بيها الكومبلمنت فيكسيشن، ايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها او ايه الحاجات اللي بنستخدم الكومبلمنت فيكسيشن تيست عشان ندايجنوزها. قال لك اول حاجه السيفلس، مرض السيفلس بندايجنوزه بحاجه اسمها وازرمان رياكشن، وده طبعا كومبلمنت فيكسيشن تيست وهنتكلم عنه بعد شويه. جونوريا، ريكتيسيال انفكشن، فايرال انفكشن، فانجل انفكشن، كل دي نقدر نعملها دايجنوزز بالكومبلمنت فيكسيشن تيست. ودي الحاجات اللي بنعملها دايجنوزز من خلال الكومبلمنت فيكسيشن تيست. تمام يا دكاتره، يعني عايزك تعرف بس الامراض دي اسماء بس. نيجي بقى للكلام اللي فيه فهم، سيب بقى الكتاب خالص وركز معايا في الحته دي. ايه البرنسبل بتاع الكومبلمنت فيكسيشن تيست؟ ايه المفهوم بتاعه او ايه الفكره بتاعته؟ باختصار كده، المريض اللي معايا ده احنا بيجي لي بيشنت، البيشنت ده مريض بمرض معين الله اعلم يعني. الاميون سيستم بتاعه بيكون انتي بودي ضده. تمام؟ يعني لو هو عنده انتي بودي من المرض ده يبقى المريض ده انفكتد، المريض ده بوزيتيف. حلو الكلام؟ فاحنا كدكاتره ندور على ايه؟ هندور على الانتي بودي في السيرم بتاعه. فانا هعمل بالكلام ده وهجيب السيرم بتاعه اهو. هنجيب اناء، اعمل لكم الرياكشن هنا لايف اهو عشان، وهنحط السيرم بتاعه. وليكن اول حاجه نعتقد ان نفترض ان هو بوزيتيف، فهنقول ان الانتي بودي موجوده، والانتي بودي اهي. تمام يا دكاتره؟ تمام. ونروح حاطين على الـ على الـ على الـ على السيرم ده، نحط عليه انتيجين، الانتيجين بتاع المرض اللي احنا بنتكلم عنه ده. تمام، الانتيجين معانا اهو، هنحط الانتيجين بس.
لا احنا محتاجين حاجة تانية اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي ايه الكومبلمنت. فنروح جايبين الكومبلمنت وحاطينه هنا، فالكومبلمنت هيجي وهيحصل له فيكسيشن هنا. طيب الرياكشن كده حصل والشخص ده بوزيتيف صح، لكن احنا ما نعرفش، احنا مش شايفين الكلام ده بعينينا، يعني احنا مش شايفين الانتي بودي ولا احنا مش شايفين الكلام ده، فاحنا عايزين انديكيتور. فنجيب منين انديكيتور هنا؟ فقال لك هنجيب ار بي سيز، كرات دم حمراء، وهنجيب برضو الانتي بودي بتاعها ونحطهم في في الاناء ده. الكومبلكس ده مش كامل، الكومبلكس ده عشان الار بي سيز تتكسر محتاجه حاجه كمان في الكومبلكس ده، عشان يشتغل الكومبلكس ده ويتاكتف محتاج حاجه. مين يقول لي ايه هي؟ تمام بالظبط كده، محتاجه الكومبلمنت. بس هل في كومبلمنت هنا؟ الكومبلمنت اللي احنا حطيناه احنا استخدمناه خلاص في الرياكشن ده، فهل في كومبلمنت زياده للي هنا؟ لا مفيش. فبالتالي لما نحط الكومبلكس ده مش هنلاقي كومبلمنت ليه، فبالتالي الار بي سيز مش هتتكسر، فبالتالي الار بي سيز مش هيحصل لها هيموليسيز، وبالتالي الار بي سيز هتبقى سليمه في الاناء ده. نيجي لاناء تاني، اناء واحد ما عندوش المرض ده، فبالتالي مش هيكون عنده الانتي بودي. فهنحط الانتيجين وهنروح حاطين كومبلمنت وهنروح حاطين الار بي سيز بقى. لما يتحط الار بي سيز بالانتي بودي بتاعها هنا، الانتي بودي بتاع الار بي سيز والار بي سيز هنا، الار بي سيز تعتبر انتيجين يا جماعه. ها لما يتحط الكومبلكس ده هنا هو محتاج ايه عشان يتاكتف؟ محتاج حاجه متوفره عندنا هنا. ده ما لقاش رياكشن يتفاعل معاه، فهيروح يتفاعل مع مين؟ هيتفاعل مع الرياكشن ده. تمام، الكومبلمنت هيجي هنا، فهيحصل ايه؟ الكومبلكس ده هيتاكتف فهيكسر لي الار بي سيز، فهيحصل في الاناء ده ايه؟ هيموليسيز. يبقى ده هيحصل هيموليسيز، ده مش هيحصل هيموليسيز. لو ما حصلش هيموليسيز هنقول ان البيشنت ده ايه؟ ما عنده الانتي بادي، فبالتالي هو بوزيتيف. ده ما عندوش الانتي بادي فهنقول ان هو نيجاتيف. تمام يا دكاتره؟ نيجاتيف ان هو الشخص ده مش انفكتد يعني. تمام، اظن كده القصه اتفهمت كلها. نيجي بقى للكلام النظري بتاعنا. بيقول لك if a standard amount of complement، احنا قلنا كل الكلام ده، is added to a mixture، المكشر ده بين ايه؟ antigen و antibody، antigen antibody complex، this fixation ما نقدرش نشوفها، لكن لازم نضيف لها ايه؟ RBCs و anti-RBCs عشان نقدر ندايجنوز، عشان نشوف حاجة بعينينا. in infection لو positive مش هنلاقي complement كفاية، patient serum contain antibodies which combine with the antigen، مع وهنيوز هنستخدم او نستغل الانتي الكومبلمنت اللي معانا. فهل هيفضل كومبلمنت نستخدمه اللايز بتاع الار بي سيز؟ لا مش هيفضل، فمش هيحصل لنا هيموليسيز لو الشخص انفكتد. اما لو الشخص سليم هيحصل لنا هيموليسيز، لان هيفضل معانا اهو كومبلمنت will not be used، فبالتالي هنستخدمه في تكسير الار بي سيز بقى. تعالوا بقى نفهم بالرسمه دي، لا الناس اللي ما فهمتش هقول لك. السيرم واحد عنده، عفوا، واحد انفكتد ده عنده انتي بودي وواحد ما عندوش انتي بودي. فالانتي بودي هنحط عليها انتيجن وهنحط عليها كومبلمنت اللي هو الاصفر ده والانتيجن اللي هو الاخضر ده، وهنحط عليهم ار بي سيز. هل في كومبلمنت يكسر الار بي سيز؟ لا مفيش، فالار بي سيز هتبقى سليم، واحد نيجاتيف مش انفكتد خالص، واحد سليم. هنحط الانتيجن ونروح حاطين الكومبلمنت، هنروح حاطين الار بي سيز، الار بي سيز لقيت كومبلمنت، فبالتالي الكومبلمنت هيبقى فاضي ان هو يكسر الار بي سيز، فيحصل هيموليسيس هنا او لايسيس للار بي سيز. تمام، اظن كده الموضوع مفهوم. ايه الكنترول تيوب بتاع الرياكشن ده؟ طبعا ده مش مكتوبه في الكتاب عندكم، بس لازم تعرفوا عشان تسالوني بعد 5 دقائق بالظبط يعني ايه كنترول تيوب. ده 2 تيوب كده بنحطهم جنب الرياكشن اللي احنا لسه عاملينه ده، عشان نتاكد ان الحاجات اللي معانا صالحه للاستخدام. اول تيوب هنحط فيه كل حاجه الا الانتيجين، كل حاجه الا الانتيجين. حط لي يا ابني الانتي بودي اهو، حط لي الكومبلمنت هنا اهو، حط لي الار بي سيز بالانتي بودي بتاعها هنا،
هل هيحصل رياكشن؟ مش هيحصل رياكشن، لان مفيش انتيجين. فالكومبلمنت ده هيروح يمسك هنا، هنا مفيش رياكشن، مفيش انتيجين، فبالتالي ده ما يعتبرش انتيجين، انتي بودي كومبلكس اصلا. فالكومبلمنت هيروح يمسك هنا، هيحصل ايه؟ هيموليسيس. هنا نفس الكلام، بس هنحط كل حاجه الا الانتي بودي، الا ده. فهيكون معايا الانتيجين اهو، وهيكون معايا الكومبلمنت اهو، وهيكون معايا الار بي سيز بالانتي بودي بتاعها. فالكومبلمنت هيمسك فين؟ مفيش هنا انتي بودي، هيروح ماسك هنا، فيحصل ايه؟ هيحصل هيموليسيس. فالاثنين دول لازم يحصل لهم هيموليسيس. لو واحده فيهم ما حصلتلهاش هيموليسيس، نعرف ان الرياكشن بتاعنا او المواد اللي احنا مستخدمينها دي اكسبايرد، حاجه غير صالحه للاستخدام. فلا نعتمد النتائج لو واحده منهم ما حصلهاش هيموليسيس، لا نعتمد النتائج بتاع الرياكشن ده خالص. تمام؟ واضح الكنترول تيوب؟ نيجي بقى لتفسير النتائج اللي احنا طلعناها دي. قلنا لو نيجاتيف هيحصل هيموليسيس في التيوبس، طبعا الكنترول تيوبس لازم يحصل لها هيموليسيس. لو بوزيتيف مش هيحصل هيموليسيس، زي ما احنا شارحين قاعدين نتكلم من نص ساعه عن الموضوع ده. الكنترول تيوب لازم، طبعا في اخر حاجه بيقول لك التتر، لو سالك عن التتر هنا هتقول له لاست تيوب شوينج نو هيموليسيس. طبعا مش عايز اخش في موضوع التتر ده، بس التتريشن دي بتعبر عن الكوانتيتي بتاع الانتي بوديز والكلام ده، المفروض يبقى رقم، بس هنا ما عندناش ارقام، هنا عندنا هو يا اما انفكتد يا اما مش انفكتد. هنا لو انفكتد بيقول لك التتر ده، لو انفكتد ايه اللي هيحصل؟ اللاست تيوب شوينج نو هيموليسيس، مش هيبقى فيها هيموليسيس. تمام؟ هنا لو سالك عن التتر حتى لو ما فهمتوش يعني مش مهم، بيقول لك التتر لاست تيوب شوينج، اكتب شوينج نو هيموليسيس لاست تيوب شوينج. نيجي بقى للصور الاحتمال دي لك في الامتحان. هنا اهو التيوب، التيست تيوب اهي، ثلاثة دول تيست تيوب وده كنترول تيوب. كنترول تيوب زي ما انتم شايفين لازم يحصل لهم هيموليسيس، ده حصل لهم هيموليسيس الاثنين اهو. التيست تيوب نيجي عندنا، تيست تيوب لقيناه حصل الثلاثة ليهم حصل لهم هيموليسيس، فبالتالي النتيجة عندنا ايه؟ نيجاتيف. نيجي للي بعد كده سترونج بوزيتيف، كنترول تيوب لازم يحصل لهم هيموليسيس، اما التيست تيوب بقى هتلاقي الثلاثة ما حصل لهمش هيموليسيس، الدم اهو مترسب سليم اهو. فبالتالي ده يعتبر بوزيتيف، ده يعتبر انفكتد الراجل ده بي وزرمان تيست. لو جالك الصوره دي اكتب وزرمان تيست سترونج بوزيتيف. نيجي بقى للانتي كومبلمنتري رياكشن. قال لك هنا حصل ان الكنترول تيوب واحده فيهم ما حصلهاش هيموليسيس، فبالتالي الرياكشن بتاعنا يعتبر اكسبايرد، باطل يعني، لا ناخد بيه. طب قال لك ايه سبب، ايه الاسباب اللي يتعمل لنا انتي كومبلمنتري رياكشن؟ قال لك اول حاجه في اميون كومبلكس موجود معانا في السيرم. طب لو اميون كومبلكس موجود معانا في السيرم، الكومبلمنت هيمسك فيه، ولما الكومبلمنت هيمسك فيه مش هيمسك في الار بي سيز يكسرها، فبالتالي الار بي سيز هتبقى سليمه، فبالتالي مش هيحصل هيموليسيس، فبالتالي هيحصل معايا انتي كومبلمنتري رياكشن. تاني حاجه هيبارين ثيرابي، هتعرف ان الهيبارين ثيرابي بيعارض شغل الكومبلمنت بعد كده يعني، بس مش مهم، اعرفي بس الهيبارين بيعارض الشغل بتاع الكومبلمنت، فبيعمل لي برضو انتي كومبلمنتري رياكشن. تاني حاجه ان الكومبلمنت بتاعنا inactive. inactive ليه؟ لانه اولد، قديم او contaminated، فهيبقى inactive كومبلمنت، فبالتالي كومبلمنت مش هياكتف لي الرياكشن بتاع الار بي سيز، فمش هيكسر لي الار بي سيز. تمام؟ واضحه كده، نبقى خلصنا. طبعا الصوره دي بتاع الانتي كومبلمنتري رياكشن، شايفين الكنترول تيست واحده منهم ما حصلهاش هيموليسيس زي ما انتم شايفين، هتكتب انتي كومبلمنتري رياكشن وزرمان تيست. نيجي بقى للنيوتراليزيشن تيست. كده الحمد لله خلصنا اكبر جزء من التيستات كلهم اللي هو الكومبلمنت فيكسيشن تيست. نيجي للنيوتراليزيشن تيست بتاع سهل كده وبسيط باذن الله. بيقول لك النيوتراليزيشن تيست ده ان احنا باختصار بنعمل نيوتراليزنج للانتيجين او للايفكت بتاع الانتيجين من خلال انتي بودي، يعني الانتي بودي هيخش يعادل الايفكت بتاع الانتيجين، ده باختصار كده. طبعا احتمال تكون ما تكونوش فاهمين، بس هنفهم بالكلام الجاي. بيقول لك في منه نوعين، ان فيفو ان فيترو. طبعا انتوا عارفين ان فيفو يعني جوه الجسم، ان فيترو يعني بره الجسم. الان فيفو، انا عايزك تعرف السلايد دي اسماء بس، التيست ده ليه علاقه باني مرض، التيست ده ليه علاقه باني مرض. قال لك تشيك تيست او شيك تيست، ده ليه علاقه بالسستابيليتي بتاع الدفتيريا، مرض الدفتيريا. تاني حاجه الكيك ديك تيست ليه علاقه بالسستابيليتي بتاع سكارلت فيفر، سكارلت فيفر.
اما الشالتس كارلتون رياكشن ده له علاقه بالدايجنوز بتاع سكارلت فيفر. تمام، عايزك تعرفها اسماء بس. نيجي بقى للكلام المهم. انتي ستريبتولايسين او نيوتراليزيشن ديس او الان فيترو يعني. تعالى نحكي مع بعض قصه كده عشان نفهم ايه الحوار ده. في بكتيريا عندنا، البكتيريا دي اسمها ستريبتوجين، ستريبتوكوكس بايوجينز، بتطلع لنا نوع من التوكسينز. نوع من ايه التوكسين؟ التوكسين دي اسمها ستريبتولايسين او. التوكسينز دي بتعمل حاجه كده، بتروح تعمل لي هيموليسيز للار بي سيز، تروح الار بي سيز اللي عندنا دي تروح مكسراها. تمام، متفقين معايا الكلام ده؟ بكتيريا بتطلع توكسين، التوكسين دي بتكسر الار بي سيز. طيب الجسم بتاعك لما يلاقي الموضوع ده حاصل فهيطلع لي انتي بوديز ضد ايه؟ ضد التوكسينز دي. فهتلاقي في انتي بوديز ضد التوكسينز دي في جسمك. طب انا كدكتور هدور على ايه؟ هدور على دي عشان ادياجنوز الموضوع. هدور على دي زي ما احنا متفقين ان احنا بندور على انتي بودي، فهندور على الانتي بودي دي. طب ازاي يا دكتور؟ تعال نعمل مع بعض القصه برضه. ادي الاناء اللي احنا هنتكلم فيه، هنحط فيه السيرم بتاع العيان. السيرم فيه ايه؟ انتي بودي والار بي سيز بتاعنا، ما ننساهاش عشان ليها دور في الحوار بتاعنا. ار بي سيز اهي، ار بي سيز اهي. هنيجي نحط ايه من بره؟ هنيجي نحط مظبوط، هنحط التوكسينز بتاعتنا من بره اهي. التوكسينز اهي نحطها من بره. التوكسينز دي هتخش تروح ماسكه في الانتي بودي، ماسكه في الانتي بودي، فبالتالي مش هتكسر الار بي سيز، فالار بي سيز بتاعنا هتبقى سليمه. احنا عارفين ان التوكسينز دي بتكسر الار بي سيز، فهي هتخش هتروح ماسكه في الانتي بودي، مش هتلحق تكسر الار بي سيز. يبقى ده لو ما حصلش هيموليسيز للار بي سيز بالعقل كده، يعني باللوجيك كده، هيبقى الشخص ده انفكتد ولا لا؟ عنده الانتي بودي، يبقى انفكتد ولا لا؟ يبقى الشخص ده انفكتد، يعني عيان، الشخص ده مريض. نيجي لاناء تاني زيه اهو، اخوه اهو، ما فيهوش انتي بودي، فيه الار بي سيز بس، ار بي سيز بس، ار بي سيز بس، وهنا ما فيش انتي بودي. الشخص ده سليم، ما عندوش انتي بودي. هنروح حاطين نفس الكلام، حاطين الستريبتولايسين جوه الاناء. الستريبتولايسين دي ما هتصدق ار بي سيز، تعالوا هنروح مكسرها. هيحصل هيموليسيس في الحته دي. فبالعقل كده لو حصل هيموليسيس يبقى الشخص ده ما عندوش انتي بودي، يبقى الشخص ده ايه؟ الشخص ده سليم، الشخص ده نيجاتيف. الشخص ده نيجاتيف، ما عندوش انتي بودي، يبقى الشخص ده سليم. تمام كده؟ فهمت القصه؟ الانتي بودي عادل الشغل بتاع الستريبتولايسين ده، فبالتالي احنا بنسميها نيوتراليزيشن تيست، انتي ستريبتولايسين او، لان الانتي بودي دي اسمها انتي ستريبتولايسين او. تمام كده؟ كده واضحه باذن الله يعني. نيجي للكلام بقى بتاع الكتاب. بيقول لك الدايجنوز بتاع بوست ستريبتوكوكال ديزيز، زي طبعا الروماتيك فيفر، هنعرف ان الروماتيك فيفر الاساس بتاعها الستريبتوكوكال ديزيز، بوست ستريبتوكوكال ديزيز يعني، بس الكلام ده مش مفهوم، مش امبورتنت يعني، مش لازم، مش مهم. البرنسبل زي ما احنا قلنا بالظبط، انا مش هقول حاجه جديده خالص. ستريبتولايسين او ده هيمولايسين، هيمولايسين ايه يعني؟ بيسبب ضرر للار بي سيز او بيسبب تكسير للار بي سيز، وهيطلع لنا حاجه اسمها بيتا هيموليتك او اللي بيسببه بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي. يعني ايه بيتا هيموليتك؟ يعني بتسبب هيموليسيس كامل. في عندنا هيموليسيس كامل وفي عندنا هيموليسيس جزئي، ده هيموليسيس كامل. طبعا ذيس هيمولايسين انتيجينيك، فمحتاج انتي بودي، فالاميونيتي بتطلع له انتي بودي زي ما انا قلت بالظبط. هو انتي توكسين اللي هو انتي بودي، يعني اسمه انتي ستريبتولايسين او. فانا كدكتور بعمل التيست ده ليه؟ تو ديتيرمن التتر بتاع الانتي بوديز في الستريبتولايسين، في تو ستريبتولايسين او توكسين. بدور على الانتي بوديز، بدور على ايه؟ بدور على الانتي بوديز. تمام، واضح، اتمنى تكون واضح. النيجاتيف كيس بقى، النيجاتيف كيس احنا قلنا هيحصل هيموليسيس في التيوبس كلها. هيحصل ايه؟ هيموليسيس في التيوبس كلها لان ما عندوش انتي بوديز، فبالتالي الستريبتولايسين هتستفرد بالار بي سيز وهتكسرها. اما البوزيتيف كيس لا، ده عنده انتي بودي، فبالتالي نو هيموليسيس ان ذا فيرست تيوبس، يعني اول تيوبز،
يعني التيوب الاولاني التاني التالت دول مش هيحصل فيهم هيمولس، اما باقي التيوبس هيحصل فيها هيمولس. التتر بقى هنا ايه؟ التتر هنا رقم يا دكاتره، التتر هنا اللاست تيوب اللي ما عندوش هيمولسس في اللاست تيوب. طب ايه هو اللاست تيوب اللي ما فيهوش هيمولسس؟ تعالوا نشوف اهو، شايفين الشكل ده؟ الشكل الجميل ده لو جالك هتكتب انتي ستريبتولايسين او تيست. طب طبعا التيست الكنترول تيوبس دي مش هنبص ليها اصلا، في كنترول تيوبس عشان كده بس انا ما شرحتهاش ليه؟ لانها ما لهاش لازمه، احنا ما بنبصلهاش اصلا. لكن دول التيست تيوبس، شايفين كام تيست تيوب؟ بيقول لك التتر طبعا هنا الشخص ده ما حصلش هيموليسيز في اول تيوبس، ما حصلش هيموليسيز، فالشخص ده ايه؟ الشخص ده بوزيتيف كيس، الشخص ده عنده المرض ده. تعال نشوف لي التتر هنا، انتوا شايفين الارقام دي يا دكاتره؟ يا رب تكون واضحه عندكم. بس التتر هنا ده اخر عند اخر انبوبه ما حصلهاش هيموليسيز، شايفين ده اول انبوبه، ثاني انبوبه، ثالث انبوبه، اخر انبوبه ما حصلهاش هيموليسيز عند رقم 400. فالتتر هنا 400، لو حصل هنا يبقى التتر هنا 200، لو حصل لو دي اخر انبوبه ما حصلهاش هيموليسيز يبقى التتر هنا 150 وهكذا. شايفين يا دكاتره؟ بس كده، ده الانتي ستريبتولايسين او وده النيوتراليزيشن تيست. نيجي بقى للاميونو فلوريسنس تيست. الاميونو فلوريسنس تيست ده حاجه عبيطه جدا تعتبر، انا هلخصها لك كلها دلوقتي باختصار كده، ركز معايا. ان انا عندي انتيجين في جسمك، انتيجين، الانتيجين ده جوه جسمك اهو، خلينا نعمله زي ما كنا بنعمله قبل كده، مثلث اهو، ده انتيجين موجود في جسمك. انا عايز احط حاجه في احط حاجه عليه بحيث ان هي تبينه، بحيث ان هي ايه؟ تبينه معايا في الـ في الـ في الميكروسكوب. فهنروح حاطين ايه؟ قال لك هنحط عليه انتي بودي، لكن احنا الانتي بودي دي مش باينه قدامنا. الانتي بودي دي ايه؟ مش باينه قدامنا. انا عامل انتي بودي مقلوبه ليه؟ عفوا يا دكاتره، انتي بودي ادي النيله عم ارحمني، الانتيجين اهو والانتي بادي اهو، بس الانتي بادي ده مش باينه قدامنا. عايزين نحط حاجه تبين الانتي بادي دي. ايه هي الحاجه اللي هنحطها تبين الانتي بادي دي؟ باختصار كده هنحط حاجه اسمها فلوريسنس داي. فلوريسنس داي يعني حاجات كده بتتحط على الانتي بادي، او زي ستين كده او حاجه تتحط على الانتي بادي. الحاجات دي لما تتعرض لالترا فايلوت ريز هتلاقيها عامله اشعاع كده اخضر، شايفين الشكل هنا؟ ده بنحط على الانتي بودي الكلام ده، وتروح الانتي بودي ماسكه في الانتيجين، ندخلها تمسك في الانتيجين، فبالتالي الكومبلكس ده هيبان لي على شكل لما نعرضه لالترا فايلوت ريز هيشغل هي هي هيبان لي في الميكروسكوب على شكل اخضر كده. اوريه لكم، شايفين على الشكل ده، عرضناه الالترا فايلوت ريز باك جراوند سودا، فهيبان لي، شايفين هيبان لي اخضر ازاي؟ هيبان لي اخضر كده، تمام. طبعا انا بشرح بس مبدئيا كده عشان افهمك القصه، ده المبدا بتاعه. تعالى بقى نتكلم في الشغل بتاعنا. قال اول حاجه الاميون فلوريس برنسبل اوف ذيس تيست، ده سبيسيفيك كومبينيشن بين الانتيجين بتاعنا والانتي بودي، كان بي ريكوجنايزد باي يوزنج انتي بوديز اور انتيجين ليبلد فلوريسنت داي. بنحط فلوريسنت داي على الانتي بودي زي ايه؟ مثلا زي الفلوريسين ايزو ثايوسانيت، دي فيزيبل بتبقى متشافه colored fluorescence، fluorescence اللي هي اللون الاخضر، الاشعاع الاخضر اللي انا وريته لك ده، when exposed to ultraviolet rays، تمام. كل اللي انا قلته لك ده، الانتيجين انتي بودي كومبلكس ار سين fluorescing يعني بتطلع الاشعاع اللي انا بقول لك الاخضر ده، دارك باك جراوند، في الخلفيه سوداء. طبعا انا ما قلناش اي حاجه جديده. التايبس بتاعها، احنا يا اما بندور على انتيجين يا اما بندور على انتي بودي، زي ما قلت دايركت واندايركت. اي تايبز قدامك ادي دايركت اندايركت، دايركت بندور على انتيجين، اندايركت بندور على انتي بودي على طول، وهوريكم كل ده دلوقتي. اهم حاجه تعرف لي البتاعه دي عشان تجي لك في الامتحان، التفلون سلايد،
هيقول لك تيفلو، هيجيب لك الصوره دي، هيقول لك تيفلو ده ايه، قلت له تيفلون سلايد بيستخدم في ايه، اميولو فلورسنس تيست. تمام، تعالى بقى نقول لك كلام مهم. الدايركت احنا بندور على ايه؟ دايركت اميونو فلورسنس. هتقول لي بندور على الانتيجين. تمام، فبالتالي احنا هنحط على الانتي بودي، هندخل للجسم انتي بودي محطوط فيها الفلورسنس داي دي، شايفين النجمه دي، ده فلورسنس داي على التفلون سلايد. شايفين التفلون سلايد اهو، التفلون سلايد ده في ان انفكتد سيل وفي انفكتد سيل. ان انفكتد سيل هنحط عليه السيرم بقى بتاع العيان اللي هو اللي فيه الانتي بودي اهو. فلا شايفين الانتي بودي محطوط عليها، طبعا الانفكتد سيل ده تعتبر انتيجين، احنا عايزين ندور عليه، عايزين اني واحد اني سيل من دول انتيجين. فهنحط عليه اللي هو الفلورسنس داي اللي هو اللي هي النجمه دي، وهنحطها هنا. فهتلاقي الانتي بودي مسكت في الانفكتد سيل، فالفلورسنس داي دي هتطلع لي اشعاع لما نعرضها للالترا فايلت ريز. شايفين احنا دورنا على ايه هنا؟ دورنا على الانفكتد سيل اللي هي الانتيجين باختصار. دي صوره بسيطه كده بتبين لي برضو اهو ده الانتيجين، حطينا فلورسنت داي اهو اللي هي الخضره دي، الكور الخضره دي على الانتي بودي، ورحنا معرضينه للانتيجين، راح مسك في الانتيجين وعرضنا الترا فايلت ريز ورانا الكومبلكس ده كله. حلو الكلام يا دكاتره. نيجي بقى للاندايركت. اندايركت بيقول لك ان احنا عندنا انتيجين اهو، الانتيجين ده هيمسك فيه الانتي بودي بتاعه احنا ما نعرفوش، بس احنا هنعمل انتي بودي ضد الانتي بودي بتاع الانتيجين ده. شايفين اللفه اهو، الانتي بودي ماسك في الانتيجين اهو، احنا هنجيب انتي بودي يمسك في الانتي بودي اللي ماسك في الانتيجين زي ما انتم شايفين اهو. اجيب لكم الصوره دي، شوفوا شايفين الصوره دي بتبين اكتر اهو، ده الانتيجين وده الانتي بودي بتاعه. رحنا احنا عاملين انتي بودي ماسك في الفلورسنس داي بتاعنا، ماسك في الانتي بودي بتاعه، انتي بودي ضد الانتي بودي الاساسي بنسميه برايمري انتي بودي اهو، ده البرايمري انتي بودي وده الانتي بودي اللي محطوط فيه الفلورسنس داي، فبرضه هيورينا الكومبلكس ده كله. تمام، موضوع واضح. نيجي بقى للصوره دي، ده كلام فاضي. بيقول لك الماسل سيل انفكتد باي فيفر فيروس H1 فيفر فيروس، انتي بوديز باوند تو انفكتد سيلز كان بي اوبزرفد ذوس ارياز اوف ذا سيتوبلازم ذات هاير فايرال ريبليكيشن، يعني اللي هي الحتت اللي بتبقى انفكتد بتبقى فيها فايرال ريبليكيشن هاف مور باوند انتي بوديز، يعني الانتي بوديز بتمسك في الحتت دي اكتر من الحتت الثانيه. عشان كده هتلاقي الانتنسيتي بتاع الضوء الاخضر ده اكتر في الحتت دي، شايفين الانتنسيتي عاليه هنا ازاي غير الحتت دي، غير اي حته سوداء ثانيه وهكذا. بس يا من كده الفلورسنس داي كده خلصناه، مفيش اي حاجه جديده. نيجي بقى الاليزا. فاكرين الفلورسنت تيست انا كنت بحط على الانتي بودي ايه؟ كنت هتقول لي يا دكتور كنت بتحط على انتي بودي فلورسنس داي اللي هي الستين دي اللي هي الكور دي اللي بتحطها عشان لما تمسك في البتاع نحطها نعرضها للالترا فايلت ريز تطلع نشوف الانتي بودي الانتيجين انتي بودي كومبلكس. هقول لك هنا نفس المبدا بس هنعمل تريكايه غير الفلورسنس داي دي، يعني انا بدل الفلورسنس داي اللي انا كنت بستخدمها دي اللي هي دي بدل الحاجات الخضراء دي انا هستخدم حاجه ثانيه في الاليزا. الاليزا اولا حاجه اسمها انزيم لينكد اميونوسوربنت اسي. طيب خلي بالك بقى من انزيم لينك دي، انا بدل ما همسك طبعا الانتيجين اهو قدام، بدل ما همسك الانتي بودي اميون فلورسنت داي همسكه حاجه ثانيه. قال لك هتمسكه ايه؟ قال لك همسكه في حاجه اسمها انزيم سيستم، يعني انزيم اهو. تمام، انزيم. طب ايه الجديد عملنا ايه دلوقتي؟ طيب هقول لك ان انا على الانزيم ده على الكومبلكس ده هنزل عليه سبستريت. هنزل عليه ايه؟ السبستريت دي كلرليس، يعني هي من غير كلر، بس لما تندمج مع الانزيم ده هتديني كلر، هتدينا ايه؟ كلر. ونفس المبدا يا مؤمن، يعني نفس المبدا الاميون فلورسنس، بس هنا لما تحط السبستريت هتديني كلر، فلون الاناء اللي احنا حاطين فيه الكلام ده هيتغير. بس كده، ده الاليزا، ده الاليزا، ما عملناش حاجه، اي ما عملناش اي حاجه جديده. تعالى نشرح الكلام النظري للي ما فهمش نفهمه.
تمسح بقى تنزل قوي. بيقول لك ايه؟ يوز ات يوز ان انزيم سيستم، زي بقول لك انزيم سيستم از ان انديكيتور. احنا غيرنا هنا الانديكيتور بس، هناك كان الانديكيتور فلوريسنس، هنا الانديكيتور انزيم سيستم. شو ذا سبيسيفيك كومباينيشن بتوين انتيجين اند انتي بودي. بيقول لك الانزيم سيستم دي بيتكون من ايه؟ بيتكون من الانزيم اللي احنا ربطناه بالانتي بودي، بيتكون من السبستريت اللي انا بحطها، السبستريت دي يعني تعتبر مواد ماده حطيتها على الانتيجين انتي بودي رياكشن. طبعا هي كررليس بس لما ترتبط بيها، بيقول لك الانزيم اتاتش تو انتيجين انتي بودي كومبلكس اكتس اون ذيس سبستريت. الانزيم ده بيشتغل على السبستريت اللي طالعه دي، بيديها كلر معين، بيديها ايه؟ كلر معين. بيقول لك الانتنسيتي بتاع الكلر او شده الكلر دي بتعتمد على الاماونت بتاع الانتيجين انتي بودي كومبلكس. يعني في انتيجين انتي بودي كومبلكس في التيوب ده في مثلا خمسه، وفي تيوب تاني 10، شده اللون اللي هيطلع في ال 10 اكتر. تمام. نيجي بقى عشان نوضح لنا القصه كده. انا بعمل ايه؟ بجيب انتي بودي ماسك فيها انتيجين، بجيب ايه؟ انتي بودي ماسك فيها انتيجين، واجيب من الناحيه الثانيه الانتي بودي بتاعتي، انتي بودي بتاعتي اللي ماسك فيها ايه؟ اللي ماسك فيها الانزيم بتاعي، وهتروح ماسكه في البتاع ده. بنسميه ساندويتش رياكشن، بنسميه ساندويتش رياكشن. يعني ايه ساندويتش؟ يعني انتي بودي انتيجين انتي بودي، بس الانتي بودي ده ماسك في الانزيم بتاعي. هنروح حاطين السبستريت، شايفين السبستريت الكلرلس اللي هي ملهاش لون، هنروح حاطينها على الانزيم. الانزيم هيشتغل على السبستريت دي هيطلع لنا لون، زي ما انتم شايفين، شايفين اللون البرتقالي ده، هيطلع لنا اللون البرتقالي ده، فهيتلون التيوب كله اللي معانا باللون ده. تمام يا دكاتره؟ تمام. اظن ان يعني الموضوع واضح جدا. نيجي بقى لانواع الاليزا. اول حاجه بيقول لك دايركت ساندويتش اليزا، احنا مش هقول اي حاجه. الدايركت اللي انا لسه شارحه من شويه ده، اللي هو انتي بادي اهي، هنحط عليها الانتيجين الكبير ده، وهنروح جايبين انتي بادي بتاعنا اللي احنا ممسكين فيه الانزيم، شايفين الازرق الانزيم ده ماسكين فيه الانزيم، وهنروح حاطين السبستريت عليه. فهي الانزيم هيشتغل على السبستريت، فبالتالي هيلون لي التيوب كله زي ما انت شايف. طب ايه الاندايركت بقى؟ عشان كده الاندايركت انا بدور على ايه؟ بدور على انتي بادي. هنا انا كنت بدور على انتيجين، فاكرين انا بدور على انتيجين ده، لكن هنا انا بدور على انتي بادي. ففي هنا انتيجين، الانتيجين بتاعه ماسك فيه برايمري انتي بادي، الانتي بادي بتاعه مش بتاعي اللي انا عايز احطه. فانا هعمل انتي بادي ضد الانتي بادي بتاع الانتيجين ده، وهمسك فيه برضو الانزيم بتاعي، فهو اروح مدخله جوه، فبالتالي وهحط سبستريت عليه، فبالتالي هيتلون لي برضو التيوب بنفس الكلام. واضح الاندايركت؟ بعمل انتي بادي ضد الانتي بادي الاولاني اللي هو بتاع الانتيجين. تمام. بص لي بقى على الصوره دي، عشان دي اهم صوره احتمال تجي لك في دي، تقريبا اللي هتجي لك في الامتحان. لما جات لك الصوره دي، شايفين الصوره دي عامله ازاي؟ ده تيوب وده تيوب وده تيوب، شايفين اختلاف اللون بين هنا وهنا؟ هنا اللون غامق قوي، فبالتالي الكوانتيتي بتاع الانتي بادي انتيجين انتي بادي رياكشن كتير هنا عن الفاتح هنا. فده بيفصل لك الجمله بتاعت الانتنسيتي بتاع الكلر. تمام. ده لو جات لك الصوره دي هتكتب ايه؟ الصوره دي اسمها ايه اصلا؟ او البليت ده اسمه ايه؟ البليت ده اسمه مايكرو تيتريشن بليت. لو جالك الصوره دي هيقول لك ده ايه؟ هيقول لك، او هتقول له باختصار ده مايكرو تيتريشن بليت يا باشا، مايكرو تيتريشن بليت. طب هيقول لك ده بيستخدم ليه؟ هيستخدم في عشان نعمل اليزا رياكشن. تمام؟ باختصار كده. فتعرف لي الصوره دي مهم جدا جدا جدا. كده خلصنا الاليزا. نيجي بقى لاخر جزء عندنا اللي هو راديو اميونو اسي، وده طبعا جزء هايف ملوش اي، عارف كان بيستخدم زمان لكن دلوقتي ما بيستخدمش، احنا بدلناه بالاليزا. انا مش عارف هم حاطينه لكم ليه بصراحه، وحاطينه لنا ليه، ملوش اي لازمه، كان زمان بيستخدم لكن دلوقتي ما بيستخدمش. يعني قال لك باختصار ان هو نفس الموضوع ده، نفس الحوار. انا مش هعمل حاجه، انا شايفين انا كنت ببدل ايه وبعمل ايه؟ اقول انتي بادي معانا اهو، انا دايما بعمل انتي بادي مقلوب، انتي بادي معانا اهو، انا همسك والانتيجين اهو، انا عايز امسك الانتي بادي امسكه بحاجه يورينا الكومبلكس ده. مسكناه بفلورسنس داي في الاميونو فلورسنس، مسكناه بانزيم سيستم في الاليزا، هنمسكه هنا بحاجه اسمها ايودين.
ايودين 125. ايودين ده باختصار ده ماده مشعه. ماده ايه؟ ماده مشعه. لما بتروح ماسكه في الانتيجين ده، الانتي بودي بيروح ماسك في الانتيجين ده، عفوا امسح الحته دي، او الانتيجين مسك في الانتي بودي والايودين ماسك في الانتي بودي. فاحنا لما نجيب حاجه، طب احنا هنشوفه ازاي؟ هنشوف الكلام ده ازاي؟ هنشوف الكلام ده بحاجه اسمها جاما كاونتر. باختصار كده جهاز اسمه جاما كاونتر، لما نعرضه للقصه اللي انا قايلها لك ده، الجاما كاونتر ده هيقول لي ان في راديشن قدامي، في اشعاع قدامي. تمام؟ ده باختصار اللي بيحصل هنا. ده عشان انا مبدئيا كده قبل ما نخش في كلام الكتاب. بيقول لك يا مؤمن البرنسبل بقى، بيقول لك ذا بيزك برنسبل اوف اير اي ار اي اي يوز اوف سبيسيفيك راديو لايبل ايودين 125. يعني ده ماده مشعه اسمها ايودين 25 انتي بودي اور انتيجين تو ديتكت ذا كوانت اند كوانتيفاي، تديتكت وتبين الكميه بتاعته. يا اما نحطه ان عايزين نديتكت الانتيجين، يا اما عايزين نديتكت الانتي بودي. زي ما احنا قلنا مفيش اي حاجه جديده، دايركت ان دايركت. ايه المشكله؟ بيقول لك the intensity of the radiation is proportional to amount of antigen. يعني لو الانتيجين كميته كبيره هنلاقي راديشن كتيره، لو انتيجين كميته صغيره هنلاقي الاشعاع قليل. سهله جدا. طب بنميجر ازاي؟ بنميجر بتريسر اسمه جاما كاونتر. مهم جدا ان انت تحفظ جاما كاونتر دي. طيب التايبس بتاعته، انا مش عايزك تعرف حاجه، انا زي ما قلت لك اي تايبس قدامك تعمل ايه؟ حط لي يا ابني دايركت وان دايركت. الدايركت بنسميه ليكويد فيز، الاندايركت بنسميه سوليد فيز. طيب يعني ايه ليكويد فيز وسوليد فيز؟ انا مش عايزك تعرف لي اي حاجه فيهم، هم اصلا مش مفسرين لك الكتاب ولا مفسرين لك اي حاجه. عايزك تعرف بس ان دايركت بتدور على ايه؟ انتيجين. اندايركت بتدور على ايه؟ انتي بودي. اللي بتدور الدايركت اسمه ايه؟ ليكويد فيز. الاندايركت اسمه ايه؟ سوليد فيز. بس كده انا يعني كلام بسيط جدا 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 جدا. تمام؟ والمفروض كده انا خلصت، بس خليك معايا في الحتت دي عشان انا هبين لك ازاي الاسئله بتيجي بقى. هبين لك ايه؟ ازاي الاسئله هتجيلك في الامتحان ازاي؟ باختصار كده، انا لو عايز اجيب لك سؤال في الكومبلمنت فيكسيشن تيست، هجيب لك ايه؟ هجيب لك دي، هجيب لك الصوره زي دي مثلا. هقول لك ده ايه؟ او هتقول لي ده وزرمان تيست. هقول لك نوعه ايه؟ ذا تايب اوف ذا رياكشن. هتقول لي كومبلمنت فيكسيشن تيست. هتقول لي، هقول لك التيست ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. هتبص على الرياكشن هتلاقي حصل هيموليسيس، فهتقول لي ده نيجاتيف يا دكتور. اقول لك ممتاز. تمام؟ تمام. هجيب لك صورة زي دي. صورة زي دي، خلي بالك منها. هقول لك ده إيه؟ هتقول لي وزرمان تيست. هقول لك إيه التايب بتاعه؟ هتقول لي كومبلمنت فيكسيشن تيست يا دكتور. هقول لك إيه النتيجة بتاعته، الريزلت بتاعه؟ ده هتبص على الكنترول أول حاجة، خلي بالك من الحتة دي. ما تروحش تسرع وتبص لي على التيست. بص لي على الكنترول أول حاجة. في واحده ما حصلش فيها هيمولس، حصل فيها عفوا ما حصلش فيها هيمولس، عفوا واحده ما حصلش فيها وواحده حصل فيها. فاحنا عارفين، انا مدرسين وعارفين ولسه قايل لكم ان لازم الاثنين يحصل فيها هيمولس، لازم الاثنين يبقوا اسود كده، واحده مش سودا، واحده حصل ما حصلش فيها هيمولس. فهتكتب لي انتي كومبلمنتري رياكشن. هيقول لك ليه حصل انتي كومبلمنتري رياكشن، ايه اسباب الانتي كومبلمنتري رياكشن. هتقول له الكلام اللي احنا دارسينه هنا. هتقول له يا اما presence of immune complex in the serum، يا اما heparin therapy، يا اما old or contaminated serum، فبالتالي has inactivate complement. تمام؟ دي الاسئله اللي هتجيلك في الكومبلمنت فيكسيشن تيست. neutralization تيست هيجيلك ايه؟ فوقك من البتاع ده، هيجيلك الصوره دي. هيقول لك ده ايه؟ هتقول له anti streptolysin O reaction. هيقول لك تايب بتاع الرياكشن ايه، هو التايب بتاع الرياكشن. هتقول له نيوتراليزيشن تيست. هيقول لك ده الريزلت بتاعته ايه.
هتقول له positive، هتقول له ايه؟ positive case لانه ما حصلش hemolysis. هيقول لك التتر هنا ايه؟ خلي بالك عشان بيسألوا فيها دي. هيقول لك التتر هنا، انا قلت لك التتر، قلت لك التتر ايه؟ اخر انبوبه ما حصلش فيها هيموليسيس. هتبص عليها، هتبص عليها كده، ايه اخر انبوبه ما حصلش فيها هيموليسيس؟ دي اول انبوبه، ثاني انبوبه، ثالث انبوبه، هنا ما حصلش فيه هيموليسيس، اخر انبوبه ما حصلش فيها هيموليسيس. هتبص على الرقم هنا هتلاقيه مثلا 400 300 وات ايفر يعني. هنا حصل اخر انبوبه عند 400، فهتقول له التتر 400، هتقول له التتر ايه؟ 400. حلو الكلام؟ هيقول لك هيسألك، احتمال يسألك بقى، دي الأسئلة اللي يمكن تيجي عندك، يمكن بقى يستوسخ شوية ويسألك على الانفيفو دي، عفوا مش قصدي يستوسخ يعني، قصدي ان هو يعني شوية خبص كده، يسألك على الانفيفو دي، يقول لك النيوتراليزيشن تيست فيها انفيفو، بتعمل الانفيفو ده منه التشيك تيست. التشيك تيست ده بيعمل ايه؟ الديك تيست ده بيعمل ايه؟ وانت هتقول له الكلام ده بس زي ما انا قلت لك بالظبط. تمام؟ تمام يا باشا. الاميونو فلورسنس هيجي لك منه ايه؟ هيجي لك، هيجي لك الصوره دي، هتقول له ايه؟ هيقول لك ايه ده؟ هتقول له تيفلون سلايد. هيقول لك إيه بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في الاميونو فلورسنس. هيجي لك انا مش عارف احتمال يجي لك الصوره دي ولا لا بصراحه، بس لو جالك يعني هتقول له ده تيفلون سلايد، هو بيعمل ايه نوع؟ بيعمل دايركت اميونو فلورسنس تيست. تمام؟ ده اللي هيجي لك في الاميونو فلورسنس. احتمال يجي لك الصوره دي على فكره، احتمال يجي لك الصوره دي، هيقول لك ايه ده؟ هيقول لك اميونو فلورسنس تيست بيقاس ازاي؟ بتيفلون سلايد. بس مفيش حاجه فيه في الفير فلورسنس. اليزا، اليزا هيجي لك ايه؟ هتجي لك الصوره دي، هيقول لك ايه ده؟ هتقول له مايكرو تيتريشن بليت، بيستخدم في، بيستخدم في الاليزا. تمام؟ بيستخدم في الاليزا. تمام. يسألك حاجة هنا تاني، هيقول لك ايه اللي بيستخدم فيه؟ بيستخدم ايه؟ بيستخدم انزيم سيستم زي ما انا قلت لكم، بيعتمد على انزيم سيستم. واحتمال بقى يخش شوية فيك شمال ويقول لك الانزيم سيستم ده بيتكون من ايه؟ هتقول له انزيم سيستم ده باختصار بيتكون من الانزيم مرتبط بالانتي بودي وبيتكون من سبستريت. بسيطه جدا جدا جدا، دي اعمق حاجه يمكن يسالها لك. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ بس خلي بالك ما تنساش مايكرو تيتريشن دي، مايكرو تيتريشن بليت. الاير اي اي، الاير اي اي ده احتمال اصلا ما يسالكش فيه خالص، يعني احتمال يسالك سؤال نظري فيه واحتمال ما يسالكش فيه عشان هو ما فيهوش صور اصلا. تمام؟ احتمال يسألك بس الدايركت اسمه ايه والاندايركت اسمه ايه، بس ده بعيده جدا اصلا ما بيسألهاش يعني. بس اللي هو لو سألك فيه هيسألك على الجاما كاونتر، او هيسألك على ان هو بيستخدم ايه اللي هو الراديو لايبل ايوزين 125 ده. بس كده، بس كده كده خلصنا السكشن بتاعنا، واتمنى ما اكونش تقلت عليكم يعني، وان تكونوا فهمتوا كل جزء من السكشن ده، وألقاكم قريبا يا دكاترة. شكرا جدا.